يا أحبة، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. حياكم الله أخواني وأخواتي. ما أظن البث منقطع من عندي. الأخ اللي عم بحكي، الأخ مهدي أظن. شوف يا أخوة، أنا في عادة بعض الأحيان لما أعطي شو اسمه خاطرة في المسجد باللغة الإنجليزية، إذا كان عندي الوقت مباشرة برد بحولها للغة العربية للصفحة. الخاطرة خطرت على بالي، طبعا أنا حطيت لكم عنوان عن قوة الدعاء وكم يخسر غير المؤمن. أصل الخاطرة ببالي كانت عن موضوع كم يكسب من يتاجر مع الله، كم يكسب من يتاجر مع الله. فخطرت ما بعد صلاة العشاء، بينطلب منا بعض الأحيان، طبعا بتكون باللغة الإنجليزية. برجع بقول اللي داخلين عندي الآن للمرة الأولى، أنا عم ببث لكم من كندا، في شرق كندا، وهنا عادة الدروس والمحاضرات في الأغلب عندنا هو اللغة الإنجليزية، يعني لأنه هي اللغة المشتركة عند الجالية هنا. الموطن الشاهد الخطر على بالي وأنا عمالي بصلي، سبحان الله، جاء خطر على بالي قبل أيام. طلعت وشفت وقرأت وسمعت لعدة مرات، يعني عدة تقارير انجابت سيري على موضوع قديش نسبة اللي خلينا نحكي الانتحار بين الدول اللي فيها نسبة ناس مؤمنين ونسبة ناس غير مؤمنين. هذا خلينا نحكي بشكل عام. فكانت معظم الدراسات، والدراسات كانت من جامعات في ألمانيا وفي أمريكا، على انه دائما الدراسات تشير النسبه اللي فيها عدد من المؤمنين، مؤمنين بدين ما، مش عن المسلمين، مسلمين مسيحيين الى اخره، بس انهم مؤمنين بدين ما من هذه الاديان، دائما نسب الانتحار بتكون عندهم اخف. نفس الدراسات كمان جزء فرع منها انه اعلى نسب الانتحار غالبا في الدول والاماكن اللي فيها اعلى نسب الحاد. يعني عدة دراسات سمعنا عنها، قرأنا عنها، طلعنا، شفنا تقارير، ناس عملوا تقارير عنها وعلقوا عليها، إنه أعلى نسب الانتحار عالميا، أو خلينا أجيبها بطريقة علمية أكثر، كل ما كان نسبة الإلحاد في المنطقة أو البلد أعلى، كل ما كان نسب الانتحار أعلى. هذا المعلومة مش جديدة، مش هذا موضوعي أنا. موضوعي هو أنه جزء من الفرع اللي قرأته عن هذه الإشكالية، أحد الأشخاص عماله بيعلق للمختصين، بيقول لك المؤمن لما يوقع في مشكلة بورطة لسبب ما، برجع بيستغفر، بتوب، يلجأ، سدت الأبواب في وجهه لأي سبب من الأسباب. المؤمن على سبيل المثال في عنده في أمامه باب يرجع يدعو، يستغفر، يتوب، أو ينسى الاستغفار والتوبة، مش عامل إشي غلط. الله، هو عنده إشكالية إنه سدت الأبواب في وجهه، عنده كارثة في حياته، مرض عضال، كارثة، مصيبة، موت عزيز، حدا اعتدى عليه، حدا شوه صورته، حدا متبلي عليه، يعني أي واحدة من هذه الأمور خلينا نسمي اللي عامل إشكالية عنده في حياته، ورطة، ماشي، باللغة البسيطة سودت الدنيا في وجهه، اتسكرت كل الأبواب في وجهه. شوف الفرق الآن بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن بهاللحظة حتى لو كان إيمانه ضعيف، وحتى لو كان إيمانه مهترئ، وحتى لو كان مقصر مع الله سبحانه وتعالى، وحتى الآن بهاللحظة هاي بيعرف قيمة روعة إنه هو مؤمن بالله، وأن الأمر بيد الله، وأن الله هو مسير الأمور، والله ما بين طرفة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال، وأن الله هو الرزاق، وأن الله هو الحامي، وأن الله هو المنتقم، وأن الله هو الجبار، كله هو بيعرفها، لكن تفعيله عندها ضعيف، بس مش منكرها، دير بالك، هو مؤمن لكنه مقصر، أو خلينا نحكي ضعيف تفعيل الإيمان. شو بفرق عن اللي بالدرجة الأولى؟ خلينا أحكي، أنا غير المؤمن، بعمل ممكن أصنفهم درجتين. درجة غير المؤمن بمعنى الملحد، المنكر لوجود الله تماما، ومنكر لعالم الغيب تماما، لا يؤمن لا بالله ولا بجنة، الغيب كله كامل، طبعا على رأس الغيب الله سبحانه وتعالى، وفي التالي طبعا ينكر وجود الملائكة، ينكر وجود الآخرة، ينكر حياة بعد الموت، ينكر البعث، ينكر. فإذا كان بدي أفترض الكارثة اللي عم بيعاني منها، فرض أنه انظلم، ملحد مظلوم، والدنيا سودت في وجهه، أخذت أمواله، ضرب، شتم، حبس، سجن، اتهم، شوهت صورته، انعمل له شو بسموه اغتيال شخصية إلى آخره. طب لمين بده يلجأ هلا؟ القوة المادية ضده، أصحاب القوة المادية اللي هو لا يؤمن إلا بها واقفين ضده.
افتراء، كره، حقد، حبس، سجن، تعذيب، وين بده يروح؟ اذا ما بده يلجا، ما في بده يلجا. لذلك اسهل او من الطرق السهله للاسف، ما بدي اقول اسهل، اكيد هي مو سهله، الله لا يبتلينا، والله يهديهم جميعا، الله يهدي كل الملحدين والله. لكن من الطرق السهله لما تنسد الفم بوجهه لانه ما في عنده اي شيء، بيقول لك شو بدي بهالعذاب هذا، اخلص على حياتي، بدخل عاد بالورطه الجديده. ذلك نسال الله ان يعافينا. هلا الملحدين عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا الملحدين فئه، في عندنا فئه خليني اسمي اللهم صل على سيدنا محمد، غير المتدينين اللي هم فئات عديده، قد يكون يعني انا خليني اقول لك في طيف واسع جدا عند غير المتدين، اعلى 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 الملحد المنكر للغيب تماما ومنكر لوجود الله، هذا كارثته كبيره. بس بين بعد الملحد اذا بدنا نعتبر، خلينا نقول خليني اعتبر منطقه اللادين اعلاها الملحد وادناها هذا الحد، بعديه بدخل منطقه الامام او المتدين. غير المتدين في منه برأيي على الأقل تحليلي أنا الملحد هذا على التوب، تحتي في عندي غير المتدينين على فئات، قد يكون غير المتدين علماني بالمعنى السياسي والمعنى الفكري لكن عنده تدين ومحافظة وعقيدة شخصية، هو مؤمن لكنه علماني، وقد يكون هذا العلماني علماني معتدل وقد يكون علماني متطرف. العلماني المتطرف من العرب خاصة بيكون اسمه علماني لكن هو أقرب للملحد، وقد يكون هو علماني متطرف عربي نظريا مؤمن بوجود الله، وهدول اللي بهموني الآن، ركزوا معي، مؤمن بوجود الله، يعني هو لا يقول أنا كافر بالله ولا ينكر وجود الله، ولكن في داخل نفسه يرفض أي علاقة مع هذا الإله عمليا. شو يعني؟ ربنا ما إله دخل عمليا في حياته ولا بتشريعات ولا بأحكام ولا بحرام ولا بحلال ولا ولا إشي. لكن لو سألته هل أنت مؤمن بوجود الله، بيقول لك طبعا أنا مؤمن بوجود الله، بس أنا ما بصلي. أوكي، ومش ما بصلي، لا، ربنا ما إلوش دخل بكل حياته، حياته كلها قائمة على أحاسيسه ومشاعره شهواته أفكاره إلى آخره، وإن كان نظريا لا يكفر بأصل وجود الله لكن عمليا ربنا ما إله حصة في حياته. هذولا ترى في منهم فئات متدرجة ما بين شدة التطرف وما بين الوسط وما بين خلينا نحكي الأخف. الأخف بيكون مؤمن بوجود الله، ممكن بيصلي مرات أو بيستخدم الألفاظ الدينية بعض الأحيان، لما يصير إشي ممكن يحكي كلمة ما شاء الله عرفا وعادة، لكن بحياته العملية المالية إلى آخره ربنا ما له دخل كمان، يعني ربنا ما بيدخله. يعني انعزم على عزيمة فيها خمر ما فيها خمر عادي، عبط بوس سلم كذا عادي، فيها عري تشلح رقص عادي جدا، أي قضية سياسية أمنية فكرية إلها علاقة بموضوع حق الله حرام حلال ولا بيدخل هذا الموضوع، وإن كان بيستخدم الأهل. هذول الفئات كلياتهم يعني خلينا نسميهم غير المتدينين على اختلاف، و أعلاهم اللي رافض للدين تماما بمعنى الإلحاد. هذولا كلياتهم أنا شخصيا أتمنى لهم الهداية، وأسأل الله أن يجعلهم جميعا خيرا مني، ولكن حابب أنبههم وأنبه الإخوة اللي بحبوا الدين والمتدينين ينتبهوا لعظيم الكنز اللي بفوت هذول الناس. أعلاهم الملحدين قلنا، وبعدين المتدينين اللي قلنا لهم، هم عندهم تطرف علماني يعني يؤمنوا بالله نظريا لكن عمليا ربنا ما إله دخل. هذولا يا إخوة لما يقعوا في مشكلة حقيقية وتنسد الأبواب في وجههم وتسود الدنيا، إلى ماذا يلجؤون؟ لك تقول لي بده يلجأ لعشيرته، طيب عشيرته تخلت عنه، بده يلجأ لأصحابه لسبب ما مش موجودين أصحابه أو تخلوا عنه، بده يلجأ لأمواله، أمواله أخذت منه، بده يلجأ لسلطته، سحبت سلطته منه اللي بدك يحط لي حط معي بتصير. وين نروح الآن؟ هنا بتعرف روعة وقيمة إيمانك، إيمانك الصحيح، طبعا مش إيمانك بس هو عبارة عن فلسفة نظرية، ويعني إحنا مش أصحاب فلسفة يونانية، لا 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 لا، إيمان مبني على وقائع. بيعطيك هنا هذا الحد الأدنى من بركة إيمانك، إنك عند الشدائد والمصائب أنت بتختلف عن غيرك، هذا من بركات روعة العقد اللي أنت وقعته مع الله بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من روائع روعة موضوع علاقتك بالله سبحانه وتعالى من خلال انه انت
انت معترف فيه، انت محترمه لربك، انت معطيه قيمة، فهنا بتحس بانه هنا بيجيك، خلينا نحكي you will be paid back زي ما بيقولوا، رح يجيك الان مقابل اللي انت عم تدفعه. انت دفعت ايمانا بالله، دفعت الثمن احتراما اقرارا، لما تيجيك المشكلة والمصيبة هنا بيجيك الطمأنينة، بيجيك الراحة النفسية، بيجيك يعني فرضا حبست، كذب عليك، فرضا افتري عليك، كذب عليك، اخذت اموالك، شوهت صورتك، وتخلى الناس عنك، حتى المقربون صدقوا انك كذا 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 كذا، وتخلى الكل عنك. الان فكرك بتيأس؟ لا، اذا كنت مؤمن فكرك بينتهي، تنتهي القصة عندك؟ لا ابدا، لسه وين انت هنا، هنا الان تختلي بربك، تدعو الله، ممكن تكون هاي اخر لحظة بحياتك على فكرة، فيهم وبلاهم. هنا هنا يأتي روعة نفهم، ها مشان يعني للي بيحب هذا الموضوع واللي بيهتم بهذا الموضوع، مشان نستوعب المعنى اللي عم بحاول أوصله، نروح لقصة الطائف على سبيل المثال. النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الطائف لما ذهب يدعوهم، ترك مكة وراح للطائف، إن لم تخني الذكر حوالي 70 كيلومتر، مشى على الأقدام ومعه الصحابي أظن زيد رضي الله عنه، ذهب يدعوهم يذكرهم، ويعني والعلاقات بين العرب أصلا يعني في حتى في الجاهلية، هذا ضيف، ضيف جاي عليكم، جاي من مكة وهو ابن عائلة معروفة، عشيرة معروفة، مع ذلك شتموه وضربوه وآذوه وحرضوا عليه سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم وسفلة القوم فيهم، يعني الناس الهمل زي ما بقولوا احنا باللهجة الأردنية بقولوا أطلقوا عليه صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسبوه ويشتموه، طردوه ويرموا عليه الحجار، تخيلوا سيرجموه بالحجارة لدرجة جسمه امتلأ بالدماء. فوضع، وضع نفسي صعب، وضع عاطفي صعب، وضع عقدي صعب، إن طب أنا ما عملت شيء. تخيل في هذا الموقف الوضع الطبيعي إنه الآن بلغتنا البشرية الدنيا سودت في وجهه، بلغتنا البشرية طب يعني طب فشوكو. جلس عند بستان، وقصة جميلة جدا هنا، طبعا في فرع منها الآن لا يعنينا، إنه جاءه شخص اسمه عداس، عداس هذا كان نصرانيا من أهل نينا وجهات الموصل في العراق، وكان عبدا عند اثنين من أهل الطائف. موطن الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في الدعاء، تخيلوا الدماء تنزف منه، والحالة النفسية أصعب من الدماء التي تنزف، الحالة المعنوية أصعب وأصعب من الدماء التي تنزف، ومع ذلك قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ الآن ركز معي، افتح قوس خط أحمر، شو قال؟ يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، بعيد، يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يعني هذا اللي عم بيصير معي أنا مش سائل فيه، المهم يا رب العلاقة بيني وبينك أنت زعلان مني؟ يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة، العتبة بمعنى الرجوع، يا الله سأبقى أرجع إليك مهما قصرت مهما ابتعدت أنا سأبقى أرجع إليك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء، دعاء عجيب، موقف عجيب، الدماء تنزف منه، مطرود، ضرب، شتم، متأذي نفسي ومعنوي، وإشي عجيب جدا. شوف هنا أهمية التواصل مع الله سبحانه وتعالى، اللي شاطب ربنا من حساباته كيف بده يعني من وين بده يعرف بهيك لحظة لمين بده يلجأ، هو ربنا مشطوب من حساباته. لذلك نصيحة لوجه الله تعالى كل أخ وأخت، أنا بعرف أنه عندي على الصفحة ناس علمانيين، وبعرف في ناس ما بيحبوني، وبعرف في ناس بيكرهوني، وبعرف في ناس بيدعوا علي، وبعرف في ناس غير مسلمين موجودين، أسأل الله أن يهديكم جميعا، قسما بالله والله أنه أحب إلى قلبي إنكم كلكم تصيروا أحسن مني عند الله سبحانه وتعالى. بعرف أنه عندي كثير ناس من غير المتدينين بصفحتي يعني داخلين لأسباب عدة، لكن أسأل الله أن يهديهم. الأخ اللي إذا في عندي ملحدين طبعا وأعلم وأعرف أنهم موجودون يعني وإن كانوا قلة، الإخوة والأخوات الملحدين موجودين عندي على الصفحة، الإخوة والأخوات غير المتدينين بالمعنى اللي وصفته يعني ربنا شاطبينه من حساباتهم، بنصحكم نصيحة لوجه الله تعالى، وأنا بقول لكم أنا ما عندي سلطة لألجم حدا فيكم عدم المؤاخذة، ولا أنا ولا غيري يعني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو النبي صلى الله عليه وسلم جالس الآن هو عم بيحكي معكم ما عنده سلطة إلا التذكير، إن أنت إلا نذير ربنا سبحانه وتعالى قال له، اللهم ليس عليك هداهم من أنت إلا نذير، إحنا مذكر
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. إحنا بنذكر بس، وأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، واللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. بس أنا بنصح الناس اللي شاطبين ربنا من حساباتهم، بنصحك، ما بتعاني من مشاكل بحياتك؟ فعلا ما بتنسد في وجهك كثير من الأحيان، وما بتعرف شو بدك تعمل، بتقطس واد. جرب يا أخي، عفوا يعني على مؤاخذة، جربت الخمر لمن جربها؟ طبعا جربت المخدرات لمن جربها؟ إذا عندي على الصفحة هذول بعيد عنك بعيد عنك. جربت العلاقات الآثمة بحثا عن شيء من المتعة، بس شفتوا قديش التأنيب الضمير والنكد اللي بيصير بعديها، والخوف والكذا، والخوف من الأمراض الجنسية والبلاوي كلياتها. جربت السهرات والرقص والعري والتشلح والسفر والكذا، جربت كله، شفت كل أنواع اللذائذ والطعام والشراب بأنواعه، لذة بتأخذها بتأكل شوي بكذا إلى آخره. اللي بيشرب على سبيل المثال، قد يكون المشهور الأكثر الناس بيشرب الخمر وتتساهل فيه، أنت اللي جربت لذة الخمر كم يصيبك من الصداع بعدها، كم يصيبك من الضيق بعدها، ما هو موقفك من نفسك وخزيك من نفسك لما تصحى حالك ثاني يوم تكتشف أنه ابنك الصغير مثلا جاي يقول لك بابا بابا مبارح لما أجيت أنت كنت شربان، عملت حالك نونو. إيش بابا أنت عملت حالك نونو؟ تخيل بيه، قسم بالله بتسوى الدنيا كلها. تكتشف أنه ابنك كان بضحك صغير مش فاهم، شافك قاعد تعمل على حالك. ليش؟ لأنك سكران. جيب كل أنواع اللذائذ، احكوا لي. أنت الشاب اللي بتطلع مع بنات وبترتكب الفاحشة معهم، تزني يعني، قديش بضلك خايف؟ خايف لأنه خايف يجي أبوها، خايف يجي أخوها، خايف يجي عمها، خايف يمسكك خالها، خايف حدا ينتبه لك، خايف الشرطة تمسكك. فأنت مش بتهني يعني، أنت حتى تقول ليش يعني، حتى لو هي مسلمة حالها أنت خايف، أنت مش بتهني. ليش؟ أنا مش بالحلال. فطرة، الله خلقنا بالفطرة، لما يكون إشي حقك بالحلال بتتهنى فيه. إذا على مستوى الحيوانات، عدم مؤاخذة، علي الطنطاوي ذاكر بكتابه، القطة لما تسرق اللحمة منك تهرب، تطلع عليك من بعيد، بتكون عض عليها وهربانة منك. إذا أنت بتعطيها إياها، بتيجي بتاكل قطعة اللحم، بتصير تعمل لك الصوت هذا تبعت ال بعرف شو بسمونه، شو تعمل زي هيك، وتصير بتكون هي عم تاكل عم بتطلع الصوت وهي بتلحمس برجلك. حتى الحيوانات بفطرتها تدرك الغلط والصح. إذا سرقتها بتهرب البستك اللي في البيت، بتسرقها بتهرب. فما بالك انت مدرك وانا مدرك كلنا مدركين، اللي بتعاطى مخدرات يدرك الضيق اللي بيطلع فيه، واللي بيشرب الخمر مدرك وتدرك، واللي بيدخن واللي بيحشش وكله كله، واللي بيزنوا واللي بيطلعوا على المواقع الاباحيه كله 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 كلياته. يعني هي لذه عابره سريعه جدا، ويعقبها كثير من النكد والاسى. وحتى هي اللذه نفسها ما بتتهنى فيها، انك طول الوقت على اعصابك، لان مش إشي مباح ولا إشي حلال. anyway، فأنا عم بقدم لكم زي عرض يا أخوي يا أخوات، لمن أحب. طبعا هذا رسالتي بوجهها للي بصنف نفسه غير متدين أو غير مؤمن أو ملحد. جربوا يا أخي، أنت أيها الملحد الموجود عندي هون، إذا كان عندي الآن ملحدين قاعدين يسمعوني، يا أخي هيك جربت لا إمام، وجربت أنك تعتمد على قوتك، وجربت أنك تعتمد عدم مؤاخذة على قوتك وعلى علاقاتك، جربت عدم المؤاخذة، زعليش مني يا أختي إذا في عندي ملحدات الآن، جربت تعتمدي على جمالك وعلى أنوثتك وعلى نسويتك وعلى ما شفت بعينك، جربتي رحت وشفتي، شفتي كيف الشباب عم يستغلوكي، حتى جماعة الحزب اللي انت معاهم، حتى جماعة الشيوعيين والملحدين وكذا إلى آخره، أول ما تسكري مع دنيا وعالم تصحي حالك شو بيكونوا بالليل عاملين فيكي وكذا، ما انت شايفة يعني، نضحك على بعض. انت عارفة ايش قيمة كل الرجال هكذا، ما لم إلا اللي بخاف الله سبحانه وتعالى، انتهى الموضوع، فطرة ربنا فطر عليها. فأنتي عارفة وجربتي كيف الموضوع، الخمر شو عملت فيكي، والعلاقات الآثمة شو عملت. طيب أنتي ما بتسميها آثمة أكيد، لكن شفتي قديش كلها استغلال، وأنهم ينظروا لك شو كيف بيقيموكي لما تكونوا سكراني، شو بيعملوا فيكي زملائك اللي بيكونوا شيوعيين وملحدين ومش عارف كذا إلى آخره. كلكم جربتوا، جربوا يا أخي، جربوا، اعتبروها كورس دراما، جربوا أنكم، جربوا الحالة الإيمانية يا أخت. أنتي إذا في عندي الآن ملحدة بتسمعني، انت باعتبارك فري جربتي تقريبا كل شيء، انسيني انا اغطي على وجهي هيك كلام بحكي لك اياه. جربي لمده اسبوع، عملي تحدي مع نفسك، شو معنى انك تخاطبي هذا الاله على اعتبار انه موجود احتمالا. جربي انك تمثلي الوضوء، انا انه هيك تجربه اعتبري، انا بعطيك كورس هيك عم عليك خليك تتدربي، بتجربوا اليوغا وبتروحوا بتسووا حركات عجيبة غريبة، وبيعملوا يقولوا اعمل ايدك هيك وغمض عينيك وسوي وتأمل، وبتسربوا مع انه بعضها قد تكون حركات لا بتخلش لا بمخ، ولا بتسووها وانتم ملحدين او بتكونوا غير متدينين او لا تؤمنوا مع ذلك بتسووها. بيجوكوا تبعون بعض تبعون التنمية البشرية، بكونوا بنصبوا عليكم
وبياخذوا منكم فلوس بمئات الدنانير وبقول لك اخرج المال الذي في داخلك، هيا اقفز، يلا اقفز اقفز، نعم انت الان، وبتعملوا حركات هبل عدم المؤاخذة وحركات يجي بخشف بالمخ، وبتصيروا تصرخوا ودنيا، وبتدفعوا 400 ليره بتدخلوا بتنطوا وبتصرخوا بتدفعوا 400 ليره بتطلعوا انتم مبسوطين. بدام بتجربوا كل هذا وبتسافروا مثلا بيقول لك اكل فيه مش عارف كذا حشر، والله بجرب بجرب، يا اخو جربوا. هذا خطابي بالذات للاخوه والاخوات الملحدين وغير المتدينين وغير المسلمين من اتباع الديانات الاخرى، اذا حبوا يجربوا الطعم الاسلامي، لانكم ما جربتوا، انتم ما جربتوا التوحيد، ما جربتوا التوصل المباشر، انتم بتجربوا بدينكم دائما عندكم وسيط، دائما عندكم وسيط، عندكم الاعتراف، عندكم كذا، ما جربتوا لذه التواصل مع الله سبحانه وتعالى مباشره. فالاخوه والاخوات اللي عندهم الفكر الالحادي او الذين موجودين عندي على الصفحه، ما رايكم تجربوا تجربه؟ جربي يا اختي انك تقعدي بغرفتك لحالك، ادخلي توضي، خدي لك صلاة الوضوء، حتى لو كنت غير مؤمنة جربي جربي، أنا بقول لك جربي الإحساس اللي إحنا بنحسه ولو 1%. روحي توضي، إنوي، طبعا نية مش أنت مش مسلمة، لكن فرضا حط ببالك جربي الوضوء اللي بيعمله، غسلي إيديك وجهك دنيا عالم، جيبي غطى صلاة دبري بأي طريقة ما بعرف كيف، إذا كانوا أخواتك مش ملحدات، إذا كانت أمك بتصلي وأنت لحالك الملحدة مثلا، جربي مش راح تخسري، اعتبري كورس دراما، اعتبري الشيخ قاعد محشش الشيخ وعم بيعطيكي كورس مش عارفة بصر، جربي اضحكي مشان تضحك على حالك، جربي جربي تلبسي غطا الصلاة وتطلعي حالك بالمراية وأنت مستورة إنه الناس لما يشوفوك هيك كيف نظرتك، جربي جربي إنك توقفي وتخيلي احتمال إنه هذا الإله موجود، جربي إنك تسجدي، جربي إنك تركعي، جربي إنك تنزلي على الأرض، حطي جبهتك على الأرض وقلدي زينا، احكي سبحان ربي العظيم، اعتبريها تجربة رياضة، اعتبريني عم بعطيكي كورس في اليوغا وأصوات غير مفهومة بس مشان تعمل استرخاء للجسم مشان شحنات الكهرباء تنزل للأخير. جربي طبعا الشباب والبنات، بس أنا ضربت المثال بالأخوات لأنه الأخوات هم أكثر الناس بنضحك عليهم بهاي الشغلات، لأنه بالأخير جماعة اللادين والإلحاد والشيوعية الخسران الكبير هم المرأة، كمان مسكينة بتوقف ضلت صيح وتقول حقوق المرأة والمرأة والمرأة، بيستغلوها نفس جماعة الحزب تبعونها، بيستغلوها ويعني بيقولوا بياخدوها لحم برموها عظم للأسف. فسبحان الله لما قلت جربت تلبسي غطا الصلاة، واحدة من طالباتي اللي درستها في الماجستير، أنا بدرس ماجستير باللغة الإنجليزية بالجامعة الأردنية يعني في من ضمن اللي بدرسه، فإجت أخت فاضلة درست عندنا سنتين أو ثلاثة، المهم داومت في الماجستير فدرستها، أمريكية هي، أسلمت قبل حوالي يمكن 30 سنة أو أقل زمان يعني، وتزوجت من عربي مسلم فلسطيني ولها أولاد ما شاء الله، فكانت تيجي تحضر عندي هي وولادها، يعني هي أمريكية أصلا من شيكاغو، فبحاول قصة إسلامها، كانت هي متخصص، هي أصلا هي مسيحية أظن كاثوليكية أصلا، وكانت عمالها تتخصص هي بكلامها يعني باعترافها، عمالها بتتخصص أو كانت تنوي عم تستعد مشان تتخصص في كيف تحارب الإسلام وكيف تنقض الإسلام وكيف تثير الشبه على الإسلام. فبتقول يوم من الأيام كنت طالعة من الحمام ماخذة شاور، هي هيك بتقول عن حالها يعني بنفسها، عملت لنا محاضرة عندنا يعني حكت عن نفسها، بتقول فجأة هيك وأنا ماسك على المراية ماسك المنشفة، تعرف عدم أخذ مثلا المنشفة أنت بترميها على رأسك بتعمل هيك بتسوي هيك بتسوي هيك، بيقول أنا بطريقة المصادفة البحتة بلغتنا البشرية وقدر الله ماسك المنشفة حطيتها هيك سويتها هيك فجأة وأنا عم بحط المنشفة على رأسي، وإذ طريقة وضع المنشفة وأسلوب تنشيفي لنفسي كان بيشبه الحجاب تماما، ففجأة لقت نفسها تشبه امرأة مسلمة محجبة، شافت حالها على المراية هيك تجمد الوقت عندها، عمل إشي أثر كبير جدا لما شافت حالها، عمل عندها أثر. فكان هذا إحدى اللهم صل على سيدنا محمد، إحدى الأمور اللي صدمتها لما رأت نفسها بهيئة لم تكن تتخيل يوما ما، سبحان الله تفكرت في الموضوع وراحت وإجت وناقشت حاورت، بالأخير مش فقط أسلمت بل أصبحت من كبار الدعاة وتعيش في شيكاغو الآن، وهي داعية على مستوى يعني لها صولات وجولات في أمريكا، جزاها الله خير. فموطن الشاهد الأخوات الملحدات الموجودين عندي على الصفحة، انسوني أنا بعرف إنكم ما بتحبوني يعني ماشي، بس والله أنا بحب لكم الخير قسما بالله الأخوة والأخوات، أنا ترى ما بزعل منكم،
حتى لما تسبوا علي انا ما بتضايقش منكم، انا بس بعض الاحيان لما تشتموا بالفاظ مش كويسه او تستهزئوا بناس بضطر اشيلكم مراعاه للناس بالصفحه، ولا انا شخصيا ما بزعل ولا بتضايق ابدا. انا بتعرفوا لو اعمل ديل بيني وبينكم انه في احتماليه انتم الغير يعني الماخذين العلمانيه بتطرف او الالحاد بتطرف او من غير المسلمين من اتباع الاديان الاخرى من العرب، انا لو لو, لو انا ما عندي مانع تضلكم تسبوا علي 24 ساعه، بس بالاخير تسمعوا لكلامي وتفكروا فيه. اذا 10% منكم قبلوا او انا بكون فرحان، قسما بالله فرحان اكثر منكم. على كل حال هذا فكره حبيت اوصلها للناس عن موضوع انه كثير من غير المتدينين ما جربوا عند الصدمات، عند عندما تسود الدنيا، عندما تنحط في الزاويه الحرجه تماما اللي ما عندك اعتقاد وما عندك ايمان وما عندك ايمان صح ومش متدرب على العلاقه مع الله سبحانه، وين بدك تروح؟ جربوها يا اخويا اخوات. المؤمنين اللي بيمارسوا فكره الذكر دائما ومتعلقين بالله وحياتهم العمليه قائمه على منظومه ان هناك رب وانه هو المحيي والمميت والمعطي والرازق، وغير عن موضوع انه باي لحظه انا بدي اطلع من الدنيا، غير عن موضوع نعيم القبر، غير عن موضوع يوم القيامه، غير عن قضيه هاء مقرؤوا كتابي اني ظننت اني ملاك حسابي، غير عن موضوع الاجر والثواب يوم القيامه، غير عن موضوع حينما يحشر الناس في العرق يوم القيامة وتكون الشمس على مقدار ميل، بيكونوا هذول من السبع الذين أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، منهم شابان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، منهم الإمام العادل، منهم رجل بكت عينه من خشية الله. تخيلوا بكت عينه من خشية الله، ما كانت عم تبكي على الأفلام الهابطة لأنه قصة حب فارطة عم بيحكيها واحد ممثل هوليوودي مع ممثلة فاسقة وممثل فاسق، بقت من خشية الله، مش بقت على قصة حب موهومة كاذبة والتنين كذابين، ممثلين كذابين، هي فاشلة بحياته وفاشل بحياته، هي فاسقة وهو فاسق، وبيجوا بيمثلوا أمامنا وبياخذوا الأجر تبعهم، هي بتاخذ مخدرات وبياخذ مخدرات، هي بتفكر بالانتحار وبفكر بالانتحار، بس أمامنا قصة حب يبكون فيها وحالتنا حالة وبتصير دمعتنا بتنزل. لا بقول لك ايش، بكت عينه من خشية الله. تخيل هدول، هاي البكج كلها تغير عن يوم القيامة يوم تفتح له أبواب الجنان. هاي المنظومة كلها تعطيك الراحة والطمأنينة والوعد الصادق اللي راح يتجابه. بس أنا عم بحكي على شيء بسيط جدا جدا اللي هو بالدنيا قبل ما تخلص حياتي، على موضوع الصدمة اللي ما أنصدم، لأن أو في الزاوية نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اللي ما جربها يجربها يا أخوي يا أخوات. بس خلصت اللي عندي. طبعا برجع بحكي اللي بيقولوا لي أو متفاجئين إنه أنا صاحي ومصحصح والدنيا عتمة دنيا عالم، أنا بكندا عم ببثلكم من أونتاريو من منطقة أوكفيل بضواحي تورنتو، لذلك صلينا العشاء قبل شوي، لأنه في كثير ناس بتسألوا يا زلمة أنت مصلي الفجر؟ لا أنا ما صليت الفجر لسه، صليت العشاء. طيب الآن إذا في بعض الأسئلة أجاوب عليها إن شاء الله. I will do my best وجزاكم الله خيرا. الله نصحتين وألف هنا عليكم كلكم. إذا في طبعا كالعادة يا أخوة يا أخوات أرجوكم وسامحوني، كل من يكتب وبعتذر من كل أخ وأخت حكوا علي هون على راسي من هون، اللي بطلبوا رقمي أو بطلبوا تواصل بأي طريقة بعتذر، لا أستطيع إنه كمية الناس اللي عم بطلبوا مني التواصل بشكل شخصي عالي جدا لدرجة تقعدني عن أداء واجباتي والأمور اللي أنا بعتاش منها، لدرجة مستحيل يعني بيصيروا بالمئات أسبوعي بالعشرات أسبوعيا بوصلوا بالمئات شهريا، واي تواصل بكلفني ساعات، يعني بيكون في مشكله بدها اخذ ورد ما بقدر، فارجو منكم المعذره. برجع بقول لكم انا في صدد التنسيق والتخطيط للتنسيق مع شركه ومؤسسه تصير تنظم لي هذه الامور ان شاء الله، لاني اصير اعمل استشارات بس عبر الاونلاين عبر مؤسسه، حتى يكون في طاقم اللي يدير هذا الموضوع، لاني انا لا استطيع اني اتلقى 1000 رساله بالشهر واحللها واشوف مشاكلها، لانه انا عاده المشاكل اللي بتجيني بتكون مشاكل اسريه تربوية نفسية أخلاقية بين العلاقات الزوجية وبالعائلة يعني، فبالتالي المهم بدها فرز وبدها متابعة وبدها تواصل وبدها وقت وقصة طويلة. الله يجزيكم الخير، فأرجو منكم المعذرة، كل من يطالب التواصل أعتذر منكم لا أستطيع، لأن عدد كبير ومستحيل إني أقدر عليه. طيب بدي أشوف إذا بقدر أجاوب على بعض، اللهم صل على سيدنا محمد، الأسئلة المتعلقة أو نستودعكم الله ونسلم عليكم. Before I start praying, I practiced ablution first. I challenged myself to stay in ablution all the time. That helped me start. Oh, راح. والله أنا مش طيب.
شكرا لجميع الاخوه والاخوات اللي عم ببعثوا، الله يجزيكم الخير. سامحوني صعب اني، شكرا اخت مها ياسين الله يجزيك الخير، والاخت ساره بارك الله فيكم، شكرا جميعا لكم الله يجزيكم الخير. ام محمد الله يجزيك الخير يكرمك يا رب. طيب شكرا اخ سامي الله يجزيك الخير، واشكرك على حسن الظن يا سيدي. كل من يبعث بالدعوات الله يكرمكم يا رب يجزيك الخير. ابو محمد بقول بعد ما صليت العشاء. انت في امريكا لسه ما دخل العشاء عندك لسه، معناتك انت بعديه بشو اسمه بالتايم زون بعدين، انت اقرب ل لايش؟ انا اقصى شرق شو اسمه كندا، فبالتالي نعم لسه مثلا لوس انجلوس او كاليفورنيا بعدين بثلاث ساعات. ما شاء الله، شكرا اخ محمد شعبان. شو دواء الرؤى الأيام؟ شو دكتور، شو دواء الإنسان الظالم الذي يلبسك التهم ولا يعترف بخطأته ولا يعترف بخطئه؟ شو دواء يعني إذا متقصد البس التهمة مع سبق الإصرار والترصد؟ بدي أبذل كل أقصى الجهد ببيان كذبه والافتراءه إذا كنت أنا مو قادر عليه وصاحب سلطة وأقوى مني ويعني كذبه طاغي علي، بالإضافة لأخذي بالأسباب في الدفاع عن نفسي وقوتي وعدم خوفي، أدعو عليه الله سبحانه وتعالى يظهر الحق ويفضح كذبه بإذن الله. شكرا أخ عدنان خاطر الله يجزيك الخير. محمد إسماعيل، نصيحتك للشباب المغتربين الصغار بكندا؟ نصيحتي خلي حياتكم تدور حول المسجد والمركز الإسلامي، نقطة الانطلاق، نقطة الانطلاق دائما أصدقائك من المركز الإسلامي والمسجد، أصحابك، وقتك، برنامجك كله روح للأمور التطوعية، تطوع في المسجد، ساعد في المسجد، احضر دروس المسجد، التزم بحلقات المسجد، خلي حياتك تنطلق وتتحرك من المسجد، وإلا احتمالية الضياع أكبر مما تتخيل أخي. بلادنا في بدائل، هنا البدائل قليلة جدا جدا، الحياة يعني طبعا هنا لأنه عم بحكي على الشباب لحالهم الآن، هنا في مثلث دائما، هذا المثلث إذا فقد العائلة المسلمة بتروح المدرسة والبيت والمسجد. فإذا كنت شاب وجاي لوحدك عم تدرس فأنت حياتك الآن المسجد، أصحابك اختارهم في المسجد مش مكان ثاني، خلي برامجك تنطلق منه، دور على أي عمل تلتهي فيه في المسجد، غير طبعا عن الدروس اللي بتحضرها، حفظ القرآن، التزم بالدورات، التطوع، اخدم، تعرف صادق من هناك، والله لن يأتيك إلا بخير بإذن الله إن شاء الله. هذا الأخ محمد إسماعيل. الأخ محمود علامة بيقول لي طيب خصص ساعة على الأقل، أظن عم بيعلق على موضوع الأسئلة والكذا. أخي ساعة عم بقول لك عم بيجيني بالشهر مئات ساعة مين، فبيجي والقضية أنه كل واحد بده رقمي بشكل مباشر، مجرد ما أبعث لهم، هو أنا جربت، ما جربت عشرات الحالات قبل ذلك، ببعث بكون مشكلة ضخمة جدا جدا، ببعث لي مثلا 20-30 مسج صوتية بدي لأستوعب الإشكالية ساعتين زمن، بحكي معه 4-5 تليفونات، برد علي وبرد، برد عليه برد، برد علي برد عليه كذا، بنشغل في الموضوع يومين ثلاثة بفراغاتي، فبياخد مني مثلا هذا الاتصال أو هذه الإشكالية متوسط 4 ساعات أو 3 ساعات. يعني ما في مشكلة دخلتها تقريبا أو تواصلت فيها مع ناس البوسطن بأقل من 3-4 ساعات، مرات 5 مرات 7. والله إحدى المشاكل مرة كنت عم ببث كذا، لذلك أنا أخذت قرار يعني قبل فترة، يعني رق قلبي ظرف شوي كان بسمح ورق قلبي هيك لشخص دخل على البث، حياة أو موت، حياة أو موت، مشان الله تعالى حياة أو موت، حياة أو موت، قلت كذا، اتواصلت معه من إحدى الدول الغربية هو كذا إلى آخره. التواصل اللي تواصلته معه أخذ مني التواصل، علاقة بالتواصل دامت حوالي 45 يوم
بما لا يقل عن حوالي 70 ل 100 رسالة صوتية، بما لا يقل عن عشرات الجلسات وإلى آخره. طبعا لو بدي أجمع عدد الساعات اللي انطلبوا مني لأجل هذا الاتصال تقريبا كانوا حوالي قريب 12 ساعة. وطبعا إشي كان ضغط شديد جدا، هذا واحد من العشرات. فيا ريت لو أقدر أخي، لو بقدر أضمن لساعة والله يا ريت، لكن مستحيل. الله يجزيك الخير. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ورود بدنا محاضرة عن موضة شلح الحجاب. أخت ورود أنا عندي عدة محاضرات عن هذا الموضوع، إذا على الصفحة عندي بتدخلي بتلاقيها إن شاء الله بإذن الله. الله كثير حكيت على الموضوع، الله يجزيك الخير. الأخت إيمان بتقول أول مرة أصادف لايف لحضرتك، أرجو أن تدعي لي وأنت على سفر، ربنا يردنا إليك ردا جميلا. أسأل الله أن يفتح عليك يا أخت إيمان ويبارك لك أنت وكل اللي سامعين والحاضرين، ويرزقك يعني من أوسع أبوابه وينيلك ما يعني ما تتمنين إن شاء الله بإذن الله. جميل. رولا هاي جلا تنسوا مصر من دعائكم، أسأل الله أن يحفظهم وينصرهم وكل بلاد المسلمين، كان الله في عونهم. غيث أشكرك على حسن الظن يا سيدي، الله يجزيك الخير ويبارك فيك، وإن كنت لا أستحق ما قلت. الله يكرمك يا غيث، ما شاء الله، صباح السعادة لقلبك أخي الفاضل، والتحية من صعيد مصر. يا سلام، أجدع ناس الصعايدة، أجدع ناس والله، إني أحبكم أنتم مع فكرة، يعني تشرفون أهل مصر جميعا والله. مسمع عن قصصكم في الثبات أخي، يكفيكم شرفا، يكفيكم شرفا إنكم أنتم من أكثر الناس اللي أذاقوا الاستعمار الإنجليزي الحاقد، الاستدمار الإنجليزي في مصر، والمستعمرين كان يدخل على مصر، وتخصيصا الاستعمار الإنجليزي الحاقد، أذقتموه الويلات. الرجال عندكم والله يا أخي من الصعيد، أهلا ومرحبا بك أخ محمد. سينيوريتا يوس، أنا عايشة في أوروبا وشايفة أنه صعب التدين، شو بتنصحنا؟ ما كلامك صح أختي، تدين صعب بس مش مستحيل، تحدي. والعمل صعب، والحصول على شهادة صعب، والحصول على شهادات عليا صعب، والارتقاء بالعمل صعب، ما في الحياة أي إشي من معالي الأمور صعب ما فيها. بدي أصير CEO بشركة، بدي أتعب أحرث إحراثي 15 سنة مشان أترقب 6-7 درجات لأصير CEO على عمر 40 أو 50، ما في شيء بسهل. بدي أجيب PhD بسهل، عيوننا بتطلع. أنا مشان أحصل شهادة الدكتوراه درست، يعني تخيلوا مشان واحد ياخذ دكتوراه 12 سنة في المدرسة، أي واحد، هذا مشتركين كنا فيها 4 سنين بكالوريوس، معظم الناس مشتركين فيها 16 سنة. بعديها أنا شخصيا درست 7 سنين ونص ماجستير 16 و7 ونص هي 23 ونص، بعد ذلك درست 6 سنين دكتوراه تخيلوا قريب 28 سنة دراسة. ما في شيء بالسهل، ما في شيء بيجي بالسهل. فالتدين صعب، نعم صعب، ولكن التدين بمعنى الالتزام بأحكام الله والراحة القلبية والطمأنينة وفعل الصح من ناحية النظافة الفكرية والنظافة والصحة العقدية والنفسية والعاطفية، ونهايتها بإذن الله، بإذن الله لك ولنا جميعا جنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. ما هو كل شيء بحسابه، يعني لما أدرس 28 سنة مشان أخذ شهادة دكتوراه مثلا وأصير مدرس في جامعة وراتبي يكون ممتاز وإلى آخره، عملت إشي مشان إشي ما إلى آخره، نفس الشيء مستغل لجنة في حياة أبدية. يعني صعب صح، ولكن بيستاهل، والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. جوليانا سونيا المحيرات بتقول كيف فينا نواظب على الصلاة بدون تقطع؟ جميل، أشكرك على سؤالك يا أخ جوليانا. برأيي أول إشي بدي هنا أنا أكون مقتنع بأنه الصلاة مهمة، وفاهم ليش الصلاة مهمة، وأقرر، ها خط أحمر، أقرر إنه الصلاة إلها قيمة في حياتي. أخذ قرار إذا أنا أعطيت قيمة بصير بعديها الوسائل التطبيقية سهلة. إذا قررت إنه الصلاة مهمة، زي ما مثلا على سبيل المثال فطوري مهم، زي ما نظافة الشخصية مهمة، زي ما كوي أواعي مهم. هلأ أنا
أنا بسترجي أطلع على الجامعة ألبس بدلة مجعلكة؟ مستحيل. ليش؟ لأنه الترتيب مهم، لأنه سمعتي مهمة، لأنه لأنه لأنه. هل ممكن أطلع أنا مثلا على الجامعة وأنا مثلا وجهي مكركب أو شعراتي مكركب؟ لا، بدي أمشط، بدي أرتب، بدي كذا. هل ممكن أعوذ بالله أطلع وكذا؟ ليش؟ لأنه إحنا قررنا نعطي شكلنا أهمية، قررنا نعطي هيئتنا أهمية، قررنا نعطي نظافتنا الشخصية أهمية. لو واحد فينا قرر ما يعطي أهمية، بإمكانه يطلع بالبجامة، وبإمكانه يطلع شعراته مكركبين، وبإمكانه يطلع ريحته طالعة، والعياذ بالله، بدي عنكم جميعا. لكن إحنا أعطينا أهمية، فلما أعطينا أهمية عمليا صار في سلوكات. ما بطلعش من البيت بدون ما أخذ شاور، ما بطلعش بدون ما أمشط، ما بطلعش بدون ما أحلق، بطلعش بدون ما أكوي أو أطلب من حدا يكوي لي. طب هاي كلها جهد ولا مش جهد؟ برنامج ولا برنامج؟ يعني الدخول على الحمام وأخذ الشاور والتمشيط والتدم هو مكلف وقتا وجهدا، والكوي كله جهد. طب الأسهل منه أنا أطلع بالبجامة وبالشحاطة أو الحفاية وظلني رايح الجامعة؟ لا. ليش؟ لأني أنا أعطيت أهمية. طبعا لاعتبارات شخصية، لاعتبارات نفسية، لاعتبارات اجتماعية، مع أنه مش حرام. يعني نظريا لو واحد قال لي شو حكم واحد يطلع على الجامعة بالبجامة؟ مش حرام لكن عرفا معيب جدا جدا. طب شو حكم واحد يروح على الجامعة بحفاية؟ حفاية طبعا باللهجة الأردنية شحاطة، شحاطة باللهجة الأردنية والسورية يعني شو نقول، شحاطة وحفاية، ولا نعرف كده ترجمة باللغة العربية الفصيحة مش حرام شرعا لكنه عيب كبير جدا عرفا. طيب إذن فأنا مشان ما أعاب عرفا شو بعمل؟ بشتري الحذاء وبدفع ثمن وباخذ وقت بعيد عنكم في إني ألمعه إلى. طب هاي مش جهد، مش طاقة، مش برنامج، ليش بعمله؟ لأنه أعطيته أهمية وقررت أني أعطيه أولوية. لا يمكن أطلع بدلة مجعلك. أنا نفس الشيء، هذا أنا كشاب. طيب حضرتك كأخت الآن مستحيل تطلعي، أظن مستحيل تطلعي على شغلك أو على ما بعرف أنت طالبة ولا متزوجة ولا كذا، مستحيل تطلعي مثلا، بدي أفترض أنك طالبة، مستحيل تروحي على الجامعة وأوعيك مكويين. ليش؟ لأنه أنت أعطيتي أهمية مع أنه هو مش حرام. نفس الشيء أنا عم بحكي لكم على المعالجة النفسية، بدي أخذ قرار أنه الصلاة أهميتها أهم من هذول كل الأمور. فإذا أنا أعطيتها أهمية تلقائيا باجي بعمل برنامج، بخطط، بكتب عندي، بذكر نفسي، بحط الستيكي نوتس على كذا إنه لا تنام قبل ما تصلي العشاء فرضا على سبيل المثال. بكتب على الجدول زي ما بحط موعد. بدي أفترض إنك أنت موظفة مثلا، أنت عندي أنا كموظفة في عندك مواعيد مثلا مع الإدارة، عندك كذا أو عندك امتحانات إذا كنت طالبة، بتحطي امتحان الفاينل بتحطيه وبتذكره وبتعملي ريمايندر وتطلبي من صحباتك تدرسي له وتستعدي له. هيك بدي أتعامل مع الصلاة، بدي أحط جزء من برنامجي لحتى تصير عادة عندي. هذا بالمعنى القناعة من هنا والمعنى العام. بالمعنى الخاص، واحدة من أسباب الحفاظ على الصلاة إني أنا أستلذ بالصلاة. كيف أستلذ بالصلاة؟ أدرك معنى الصلاة، أحاول في الصلاة أقرأ من القرآن ما أستطيع، وأحفظ دائما آيات جديدة مش حافظها مشان أركز، أستمتع أثناء التلاوة. بعدين بالذات صلاة السنة ما في بأس أبدا أنكم تمسكوا المصحف تقرأوا منه، يعني ماشي أثناء الصلاة. أكلوا بصوت عالي، حتى الصلاة السرية لو كنت بتصليها لوحدك في البيت لك أن تتلو بصوت عالي إذا بتستمتعي، وتتعلمي أحكام تجويد برا بدورة من الدورات مشان يساعدك أنك تتلذذي أثناء الصلاة. تصلي ركعتين قيام لله قبل ما تنامي، صلي ركعتين قبل الفجر، تحسي بلذة المناجاة. إحساسك بلذة والراحة النفسية بمناجاة الله سبحانه وتعالى هو اللي بده يساعدك على الصلاة. يعني هذا بشكل مختصر شديد جدا. هذا جواب الأخت، نسيت اسمها، أظن جوليانا، المهم الأخت السائلة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الفقيرة لله بتقول ادعولي بالولد الصالح إن شاء الله. يا رب أسأل الله أن يرزقك إن شاء الله من واسع أبوابه، ويعطيك ذرية إن شاء الله أكثر مما تتمنى إن شاء الله. طيب أمير نصار، اللهم انصر ثورتكم يا أخي. إسلام بيقول ما هي علامات رضا الله عن العبد، وهل عودة الإنسان لذنب عهد الله على ألا يعود إليه ثم توبته من الدليل على عدم؟ لا لا أبدا أخي، هذا لا لا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أبدا أبدا، الله يعني أن لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لجاء الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم.
اللهم صل على سيدنا محمد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أبدا أخي، حتى لو عاهدت وبعد العهد ضعفت ورجعت بدون تقصد، يعني وأنت كنت صادق في معاهدتك ثم ضعفت، تب واستغفر وارجع. وهذه ليست علامة على عدم رضا الله أبدا أبدا أبدا. يعني ممكن جدا يكون ممن يرضى عنه العبد في النهاية بإذن الله، وأثناء المراحل يخطأ كثير جدا حتى يصلح حاله في الأخير ويحسن ختامه. فتوكل على الله، ولا بإذن الله، إنه بإذن الله يعني هذا ليس دليلا على هذا. الله يجزيك الخير. الأكاونتنت أظن الأخ مازن، حياك الله، أهلا وسهلا. والأخت خديجة، الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله. سبع عبد الله، الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله، ما شاء الله. سلطان حسين بيقول دكتور يسعد صباحك، هل المقصود من مؤامرة كورونا الهجوم على الدين الإسلامي؟ أرجو الإجابة. الدين الإسلامي لا أخي لا، هذا أول شيء إذا افترضنا أنها مؤامرة، ها إذا افترضت أنها مؤامرة فهي مؤامرة على البشرية كلها، مش مش على الإسلام، يعني كل أهل الأرض إذا افترضنا أنها مؤامرة. بس هذا this is another story، يعني موضوع ثاني. حيا الله الأخت سوما من الجزائر، أهلا وسهلا. الأخت سلمى وأحمد أبو طافش، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. محمد القيسي، جزاك الله خير، أسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته إن شاء الله ويوفقك لكل ما تحب. محمد محمود من مصر، ما شاء الله، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. سيف بيقول دكتور بدنا حلقة عن موضوع الأخطاء الإملائية، مثل إن شاء الله لما يحطوا النون مع الشين بتصير إنشاء، من أنشأ ينشئ إنشاء، وليس إن اللي هي الحرف بعدين شاء من المشيئة، الله يرحمه، بدل الله يرحمه أو إن شاء الله وغيرها اللي بكتبه بدل. والله أخي هاي مش محاضرة أخ سيف، أشكرك على الملحوظة. هاي أنتوا بدكم تتكاتفوا أخ سيف والأخوات الكريمات، كل ما تشوفوا حدا بكتب دوري ببعتوا له ملاحظة وصححوا أول بأول، بصير هيك التصحيح والله أعلم. عصام الحاج عزمي، أهلا وسهلا، حياك الله أخي. جنان تسأل بتقول أنا بدرس تربية إسلامية الصف الأول وعندي درس عن قوة الدعاء، كيف أشجعهم على ممارسة الدعاء كعبادة؟ بدك شوفي هذا طفل وخياله واسع، حسني له الصورة، طيبيها فيه، احكي له بأسلوب القصصي إنه أنت لما تدعو الله سبحانه وتعالى بفرح منك، الله سبحانه وتعالى بحبك، ولما ترفع إيديك وتدعو أنت معناتك إنسان رائع، أنت معناتك إنسان طيوب، الله سبحانه وتعالى بإذن الله بوفقك، بيخلي ماما تصير تحبك أكثر، بيخلي بيصير كذا. يعني التشجيع بده يكون من خلال أشياء بسيطة لطيفة تدل بالذات على أنه أنت لما تدعو، لما تدعو بتصير أقرب إلى الله، لما تدعو أصلا مجرد أنك دعيت دليل على أنه الله بحبك، فكونك عم تدعي معناته الله بحبك، مجرد هاي الفكرة زرعها فيه ترى خياله يتقبل وبيستوعب. يعني الطفل كتير أشياء بتحكي له بيكون لساته مش بدرك حقائقها 100% بيستوعبها. صلى الله يتقبل منك أختي الكريمة.